يوم الناس في مصر صحيت على خبر قتل الفنانة ذكرى على ايد جوزها اللي هو رجل الاعمال ايمن السويدي، وده تحديدا كان سنة 2003 قتلها وقتل مدير اعماله وقتل نفسه. القضية اللي كانت ترند الصحف والاعلام وكانت لغز كبير لوقت كبير في وقتها. القصة الكاملة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتابع الفيديو للنهاية. اللي قدامنا في الصورة دي الفنانة ذكرى، اتولدت سنة 1966 في تونس، وكانت من أقوى وأحلى الأصوات في الوطن العربي، وبدأت مشوارها في دول عربية كتير، لكن كانت بداية شهرتها لما جت مصر، علشان هنا تبدأ كل الناس تعرفها وتشتهر. ولما جت مصر قابلت الموسيقار هاني مهنا، وهو اللي ساعدها في بدايتها في إنتاج أول شريطين ليها، ونجحت نجاح كبير جدا، وده كان من سنة 95 ل96. وبيقول الموسيقار هاني مهنا في تصريحاته: في البداية كنت معترض على جواز ذكرى من أيمن السويدي، وبيقول برضو إن السويدي ما كانش سوي نفسيا، وإن أمه كانت بتتعالج في مصحة نفسية، وبيقول برضو إن ذكرى وافقت بالجواز علشان تتخلص من الضغوطات العائلية اللي كانت بتجيلها من خواتها، وهي كانت عايشة لوحدها هي واختها، ووافقت على الجواز من السويدي علشان يخلصها وينسيها اخواتها اللي كانوا بالنسبة ليها عبء عليها نفسيا وماديا. وبيقول إن أيمن كان بيحس إن ذكرى غير كل الستات اللي اتجوزهم قبل كده، وحط شرط في عقد الجواز 1,000,000 جنيه كمؤخر. وفي يوم من الأيام راحت ذكرى الدكتور علشان هي كانت عاوزة تخلف، والدكتور قال لها إن صحتها كويسة وما عندهاش أي مشاكل، وطلب منها تحاليل لجوزها. وبعدها ذكرى راحت قالت لجوزها، لكن لما قالت له رد عليها وقال لها أنا مش عاوز عيال. وبعد ما قال لها كده هي هنا طلبت منه الطلاق، وهنا بدأ التوتر لجوزها، وقعد يزعق ليها وطلع المسدس من جيبه وحاول يخوفها، وضرب طلقة رصاص في الهواء، لكن اللي ما كانش متوقع ان الطلقة جات لها في صدرها. وهنا ايمن بعد ما قتلها جات له حالة من الصرع، وقعد يقتل في اي حد يجي في وشه، ولقى مدير اعماله في وشه راح قتل هو كمان. وبعد ما الجو هدي قعد مع نفسه وقعد يفكر ان هو قتل اتنين وهيتعدم. في الوقت ده ذكرى ما كانتش لسه ماتت، وشافها وهي بتتنفس راح جاري عليها وراح ضربها تاني بالنار علشان يتأكد انها ماتت. وبعدها طلع على البلكونة وولع سيجارة وهو لسه بيفكر انه قتل اتنين وهيتعدم. بعدها حس باليأس راح حاطط المسدس في بقه وضرب نفسه بالنار علشان ينتحر. لكن هنا الحكاية لسه مخلصتش، ظهر اخو ذكرى واسمه شفيق الدالي بعد ثورة يناير علشان يعمل مفاجأة في جريمة اخته، وقال ان اسرته عندها ما يثبت بتورط جمال مبارك في جريمة قتلها هي وجوزها. وبيقول برضو ان عنده تسجيل فيديو لأحد خبراء الطب الشرعي اللي وثق الأدلة دي في الجريمة دي، وبيقول إن أيمن السويدي اتضرب عليه 3 رصاصات ومات في ساعتها، وإن هو ما ماتش برصاصة في بقه زي ما جت في التحقيقات. لكن هنا أسرة ذكرى قالت إن مفيش سبب يخلي جمال مبارك يعمل كده، ونفوا كل اللي قاله أخو ذكرى. وفي رواية تانية بتقول إن في أسباب تانية لقتل ذكرى، هي أغنية عن الرئيس الراحل صدام حسين، واللي خلت رجال الأعمال يضغطوا على جوزها ويحرضوه على إن ذكرى لازم ما تغنيش تاني. وبعدها النيابة أمرت بدفن الجثث وقفل التحقيق في القضية الأكبر لغز في وقتها، لأن فيها روايات كتير عن ناس كتير علشان تتقفل القضية اللي كانت ترند الصحف والإعلام لفترة طويلة. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم عمرو عياد.